السلام عليكم الاخوان، معكم قناه عمر الحمام. فيديو جديد. كنشكروا جميع متابعين ديال قناه عمر اللي متابعي القناه، كنشكركم بزاف. اليوم الاخوان هنا زياره عند الاخ اخوان صابر اللي حتى المرتبه الاولى في جمعيه سيدي معروف في مسابقه ارغانه منظمه من طرف عصبه الدار البيضاء الكبرى. والله يسخر ليه ونخليوه معنا كيحضر معنا الوزنه لبنى. تقدر تحدث لنا اخ الوزنه لبنى شي كلمه بحق اخوان واخ حموده؟ السلام عليكم اول حاجه، وكنشكر جميع الممالي داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. وحموده تبارك الله، راه السيمانه تبارك الله حتى المرتبه الاولى عن مدينه ارغانه، والحمد لله غيكون من المرتبه الاولى جامع داخل عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى. ايوا راه تبارك الله، راه مولوع عود المولوع. من الاخوان صابر راه معروفين تبارك الله، والولاء عندهم من بكري هما مولعين. ايوا الاخ صابر تبارك الله حموده راه غادي خدام مزيان، وزاد طور الولاء ديالو وقد المسائل ديالو. ايوا كنتمنوا له التوفيق، كنتمنوا الله التوفيق لجميع الاخوان، وكنشكر جميع الاخوان اللي من برا. انتقل للاخ صابر، كيف دازت عندك المسابقه وكيفاش شفتي الاعلان؟ السلام عليكم اخوان، مرحبا بك. شكرا. شوية قاسح السيمانة. أول حاجة عرفنا السيمانة غادي نطلق قاسح، صافي تمشي. خدمنا مع السيمانة، هيأنا على غنى السيمانة، ونظرا كاش هادي آخر سيمانة غنى. صافي حبس هاك شغل نحبس صافي فهمتي. قلت اجي نخدم هاد السيمانة، حشت ديك السيمانة، حشت الأعوام هادي كاملين بحال أمر ربي، فهمتي أمر ربي مولع وصافي مع الإخوان وصافي ومع الوزنة ومع الأصدقاء كاملين صافي. قلت جات السيمانة هادي، قلت اجي ندير نفسي ونخدم. الحمد لله وجاب الله السيسير. ما خدمتش فهمتي، يعني نطير مع الوقت شكر مع الوقت صافي جاب الله شي سير. تقدر تدخل مع الاوائل في عصبة الدار البيضاء الكبرى ان شاء الله. تقدر مع العصر ان شاء الله بحول الله. تقدر تبنى في اخ الوزنه. تحياتي با عمر، راك حاضر ديما حاضر، تحياتي لي. هذا هو الدكار ياك؟ الدكار سمعت كان الاعلان؟ بالنسبه للذكر هذا خويا ضايع لي تقريبا فوق 9 دقائق. هذا 9 دقائق هذا مع الشوانب، يعني كان غادي من الشو كاين شي 9 دقائق في الشو في الذكر. ديجا انا كان عندي واحد اش كان طاح واحد الدرود خوا دري الصغار طاح شي شبط شبط نجيب شي هبط نطلعهم من الشو صافي. لقيت شي واحد تيجيب ليها فاصله ديالو العيب صافي. قلت له جاي في الزنقه غادي بحال كش بالي حمامك الدور عادي فهمتي. على حساب حنا الجو كان فونت فاس شويه ديال فونت فاس كان غون، قلنا الحمام غادي يدخل شي كيلو غيتعطل الحمام نورمالمون غيكون شي الوحده وشي حاجه صافي. هي هادي جاي في الزنقه حمامك الدور صافي. قلت له ماشي ديالي حنا، حيت كاين عندي كاين واحد الدري هنا الدري سمعنا شي مربي حمام، كاين دري اخر شي مربي حمام، بس الحمام راه كاين شي واحد اخر صافي. جي طالع عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه. تبارك لك. جي طريح كتب لي حمام هي هو كيدور او شي نص كيدور جاي صحاب ما على بالوش. وهاد الذكر هذا اصلا الذكر هذا كيموج علينا شويه ديما كيجي في الموبيقات الواش زرار وديما فهمتيني كيجيني شويه واش قريبا الموبيقيه فاش كيبان هاد الذكر هذا. تبارك الله اجواء الموبيقات. ها هو الذكاء. قلت لك جات بحال هكا، جي طريح صريح واحد شويه ويبان لي هبط ولا بدا قرب حدايا تعرف الذكر صافي. تعرفت على الذكر صافي عاد وجدت ساعه ولا الى سنة. هذا خويا هذا كان الباقا الاب ديالي. هذا خويا 2018 لعبه بجلود. بجلود 2018 ومازال الوقت وباقي كونستاتور. لا كونستاتور بالنسبه للحمام هو راه كما قلنا لك راه كان هو بالنسبه للاج ديالو 2018 والوالد كان دار 2013 حيت بالنظر فاش كانت زاد انا كنت مسافر. الوالد اللي باقا كان السلاله ديالو خويا راه الجينيراسيون الرابعه تقريبا اللي كتكون في الكاتريام جينيراسيون. هادشي راه جاي من الدمومه الاب ديالي العم ديالي وخويا كبر عمو كان مقصر في جمعيه الحسنيه.
2009 الحمد لله دراز الحمد لله غادي كيطور في المسائل ديالو وبوحدو ماشي زعما عنده شي عوين ولا شي حاجه ولا بوحدو كينقي وقد المسائل ديالو راسو وصعيبه كعرف هاد الولاعه خاصها شويه العوين ايوا كنتمنوا من الله التوفيق لجميع الاخوان و عطينا الرقم ديال السيري باش اللي صافي الله يسخر لك بالنسبه كما قلت هذا العام كنت تحبس لا فهمتي راه ماشي راه هو العام ديالي نفس فهمتي كل ما كنطولش فهمت على حساب انا حشمه عندي سعبان ديال الدشاش اكثر عندي حمام ديال المسام والحمام ديال المسام ما كنوصلوش المسام شوف شكون لعب صافي فهمتي بعض المرات ما فهمتش حاجه ديال في اللعب عندي انا ماشي كنبغي نتنافس ولا شي حاجه كنبغى نصر نعمر بيه وقتي وصافي صافي ريم كل عام ما كنكملش ما كنصص فهمتي كنلعب شويه بدون فور صافي في فيتاس ما مطلق عام صافي العام هذيك الشيء زين اجي نخدم اجي نخدم مش العدد ما كنلعبش بالعدد تقريبا كنتي شي 20 20 دخلتي على الكل 20 مطلق لا ماشي لي انا لا تقريبا جميع الاخوان اللي كنسول حتى يقول ما عنديش الضاير شي بحال السيمانه اللي فاز السيمانه اللي فاز كان شويه الضاير هذا هو الوقت ديالي اخوان صابر هذا اللفت هذا ديال الاخ صابر هذا راه حموده هو اللي بنى هذا اللفت الراس انا الصنع ديال اليد انت اللي هذا هو اللي بنى راسه تبارك الله يا ابو تصبر تشوف ان شاء الله باذن الله وتجمع وتشوف الجنه نقدروا نديروا اطلاله في اللوط ماشي راك شي راه كل حمام بزاف هذا هو الدكور كما كتشوفوا اخرى عنده العدد قليل نتمنوا ليه مسيره موفقه العام الاخر العام اللي فاز لعب شي مقاصه مشاو ليه فيهم ثلاثه الحمام شي معاك شي النصف مرحله كما كتشوفوا صعيب باش تولع نعم قلت لك صعيب انا باش تولع في هاد الليسات وراه قوة الدراري الصغار مربين العمام راك عارف انت كتشم غادي مريح تكتب لك هذا شي خلوية ولا شي حمامة ديال شي واحد صعيبة الولاعة هنا شوية ايوا كون ديك الوقت اللي جات فيها كون الحمد لله كون راه غتكون اول اعلان عصبة مدينة الدار البيضاء انما دابا الحمد لله راه يكون تقريبا هو ثالث اعلان او رابع اعلان عصبة مدينة هذا حافز عاوتاني باش يخدم ان شاء الله باش كاين ارقانا معودة ارقانا جوج داكشي اللي عليك فهمتي عشان انا مين كيشمع كذب عليك ماشي نقول لك لا كنخدم ولا هادي ولا انا فهمتي ذكاء نقول لك اسرع نعاس فهمتي نعاس كيفاش ما عطيتش الحمام ديالو الحق ديالو فهمتي هاد السيمانه هادي ريحت فهمتي اللي موتيفاني اخ محسن دوزنا موتيفاني شويه صافي قلش من بعد فك تشوف شي زعما الناس وهادي ولكن صافي اش نخدم مع راسي اش علاش صافي نخدم انا راه والله هادشي وانا في هو فهمتي واحد في واحد القاعده ما كن فهمتي ما كنريحش مع بنادم بزاف فهمتيني بحال لا ما عشت عليه فهمتش ما عشت عليه قوة بنادم ومشاكل وصداع ولا هذا قال هذا ولا هذا قال فهذا ما عنديش مع داك الشيء كنتولع كنطلع راسي كنطلع الريح كندوز ناري هنا داك الشيء اللي كاين بعدنا المشاكل بحال باب الواد هاد السيما راه كيما قلت لك خدمنا راه ان الله تشي وانا راه نصيحة راه اي واحد راه عارف القضية راه تخدم راه غيجيب لك النصيب ديالك شي كلمة لوزنا ايوا كنباركو الاخ حمودة تانية وكنباركو الجمعيات اللي معروف وكنباركو العضوة المدينة الدار البيضاء الكبرى ايوا كنشكر جميع المواليع داخل ارض الوطن او خارج الوطن منهم الاخ اخوان الغزالي وكنشكرو الاخ رشيد باخوز
وكنشكروا طونديم ادرا في الوزنة ايوا كنعطيو التحيه لجميع المواليع وكنشكرك ود الاخ عمر كنشكروا جميع كل المواليع هذا المواليع داخل بالنسبة الوطن وخارج الارض الوطن بالنسبه للوفت الاينات هو هذا اينات كيف كتشوف العدد قليل نعم خلاص جينا محلق عليها و... طلع لي اليد كيما كتشوفوا الاخوان الانسان هو اللي يتولى على قد الحال والحمد لله هذا لقط الانسان السلام عليكم اخوان المهم اليوم الاخوان كنا في زياره عند بطل الموده اللي احتل المرتبه الاولى في مسابقه ارغانا تحت لواء عصمه الدار البيضاء الكبرى داخل جمعيه سيدي معروف وقدر يكون من العشر الاوائل داخل عصمه الدار البيضاء الكبرى وكان حضر معنا الصديق ديالي ولبسنا لبنى الاخوه لبسنا لبنى ونخليو كلمه الاخوه لبسنا لبنى ختاميه والاخوان كنشكروا جميع الممالك بدون استثناء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن وكنشكروا الاخ عمر وكنعاود نباركوا الاخوان صابر ايوا لهنا نستودعكم الله مع بطل خليو كلمه الاخ صابر حاجه كنشكروا الدراري اللي شجعونا وكنشكروا عمر على المجيء ديالو لا زياره مفاجئه ومرحبا به في اي وقت وكنشكر الطونديم ديالي مزنا طونديم ديالك طونديم ديالي مزنا واخا الطونديم ديالي الكبيره ما كاينش راه غائب الله في العمل اخذيني هذا الخبير وكنشكر الدراري كاملين اللي شجعونا وفرحوا معنا كنبدا بهم شكر كبير تحية خويا لجميع الموالي بصفة عامة اللي كنعرف واللي ما كنعرفش تحية لي كما شفتوا الاخوان نستودعونا في سالي فيديو عند البطل حمودة نتمنى نجيو عندو في زيارة أخرى عما قريب شي مسابقة تكون مسابقة تاريخية ونجيو عندو حضروا عندنا والأخ مزنا وهنا نستودعكم الله في فيديو آخر مع بطل آخر إن شاء الله.